انا عاود لك واحد البلان وقع لي البارح. المهم كنت واقف واحد تراك ستوب وتلاقيت مع واحد الدري مغربي غيكون كيشوف الفيديو ديالي. المهم الدري هذا كاين من ولد القلعه. المهم بقيت مجمع انا وياه بحال هكا وسميتو عرفتي انا فضولي عزيز عليه اذا ندخل في الشكاك وداكشي. بقيت كنسولو المهم اش كدير شنو الخدمه ديالك اش كنتي كدير. المهم الدري عنده 3 سنين ديال التراكين الحمد لله ميسور الحمد لله اي حاجه بغاها كيديرها كيمشي للمغرب ساكن في بلاصه مزيانه المهم الحمد لله كيف عاود لي انا الحمد لله ميسور. وقال لي واحد القضيه اللي ضحكاتني قال لي راه كنت خدام في واحد من يلاه جيتك ساعه من المغرب. المهم البدايه من يلاه جا كنخدم في المطار. المهم قال لي واحد النهار كنشوف الفيديوهات ديالك شفت واحد ستوري درتيها قلتي راه انا راه كندور دابا ولا لقيت شي مغربي خدام في شي ستور ولا خدام شي خدمه ماشي هي ديك راه نكون هز معايا واحد المصيطه اللي تلاقيت معاه غادي نشحطو بها. وانا ديك ستوري كنت غير زعما درتها غير كنضحك فهمتي ولكن بقيت كندور في دماغي قلت دابا راه كتقول حاجه بالضحك ولكن راه موراها شي معنى فهمتي بنادم راه كياخذها كيقضي بها الغرض بحال دابا الدري هذا كنت كنضحك بهذيك قضى بها الغرض مشى دار التراكين الحمد لله المهم خدام مزيان كيدير فلوس مزيانه الحمد لله مرتاح. ماشي كنقول لكم سيروا ديروا التراكين ولكن كتجي الميريكان وانت مغرب ومخلي والديك وسميتو وغادي تخدم في خدامي اللي ما دير فيهم الفلوس ولا كيقول لك شي واحد على هاد الخدمه هادي راه واخا ما تيخلصوش راه عندهم البينيفيت راه الا كنت كتخلص مزيان وخدام مرتاح راه هادوك البينيفيتس انت اللي غادي ديرهم. الانشورنس راه ممكن تخلصها لراسك ممكن هذاك البينيفيتس كامل اللي كتشوفهم انتم راه ممكن ديرهم الا كنت كتخلص مزيان. داكشي اش كنقول لكم تجي الميريكان ماشي مشكل في الاول تخدم شي خدمه عادي في شي ستور في شي بلاصه في شي محل المهم اي حاجه غير باش تسلك امورك في الاول. ولكن من بعد راه خاصك يا اما تمشي تقرا اللي باغي يقرا وباقي عنده الوقت وبغى يمشي يقرا ما فيها حتى شي مشكل سير قرا مع راسك. الناس اللي ما عندهمش مع التراكين قلبوا لكم على شي سيرتيفيكيت اخرى شوف هذاك الشيء اللي عزيز عليك انت يا وسير قرا دي واحد 6 شهور سيرتيفيكيت وغتخدم بها مزيان اقل حاجه غتكون تدير واحد 2000 دولار السيمانه واحد 8000 راه نورمال هذا تنقول لكم انا واحد 8000 الشهر راه غادي ديروها ايزي الا خدمتو زعما يفكروا وقلبوا على السيرتيفيكيت ولا على الدبلوم اللي كيعجبكم ماشي ضروري تقراو شي حاجه ديال عامين تاخذ فيها بزاف ديال الوقت شوف لكم شي حاجه ديال 4 شهور 3 شهور 6 شهور شدوا ديبلوم وخدموا به. داكشي بين نجدد معكم هذا زعما هذا البلان راني هذيك المسيطره راه باقي عندي هنايا راه كندور امريكان كامله 50 ولايه راه تقول لي زعما تكون مخبي في شي ستور في الاسكا راه غادي نجبدك نلقاك في شي ستور خدام ولا في شي صابواي ولا نلقاك في الكونستراكشن كدير شي 600 دولار جوج سيمانات وكتبكي امريكان ما فيها والو ولا راه الطاكسيس فيها ولا انا ما قدرتش ندير هادي ما غاديش نهضر معاك تكون كاد عاود هذيك سميتها نجبد هذيك المصيبه وغادي هاكا نضحك معكم الدراري. المهم انا بغيتكم شوف بغيتكم تقضيو الغرض هذا هو البلان. انا كيفرحني ملي كنجي نتلاقى مع شي واحد كيقول لي راه شفت شي فيديو ديالك وراه مشيت قضيت الغرض الحمد لله راه الحمد لله راه كندير فلوس مزيانه مشيت للمغرب شريت المهم الدار شريت لهم دارهم صيفطت والديا العمره مشيت تزوجت شي دريه مغربيه ولا وريفر والحمد لله قدت لها وريقاتها وجيت شريت الدار هنايا وجبتها كيفرح كتحس انا الكوميونيتي بدات كتقوى ماشي غير بالتراكين بكلشي الدومينات كاملين ندير اي حاجه غير ما تبقاش مستاكي في شي خدمه اللي ما كديرش فيها فلوس و شي حاجه مريضه ما كدير فيها لا فلوس لا والو وغادي مكمل في هذاك الشيء لانه الوقت دغيا كيطير هنايا و الغربه راه واحد النهار غادي تفكر غادي ترجع لبلادك. المهم اللي كيفكر يرجع واحد المره المهم ترجع بشي حاجه ماشي تبقى جالس هنايا وما كدير والو. المهم باش ما نطولش عليكم في هذا الفيديو غتكون فهمتوني شنو قلت لكم وقلت لكم الوعد اللي ديما داير معاكم على المصيوطه تينادي اللي تلاقى معايا يقول لي خدام في شي ستور ولا خدام في المطار ولا خدام في شي تخربيقه تما كيدير شي 600 جوج سيمانات ولا سميتو راه غادي نقمطو مزيان طلعوا فريسكم بزاف عادي عادي نتوما راه عادي راه نتوما الكوميونيتي كتكون زوينه بحال هكا كيكون كلشي زين طلعوا فريسكم بزاف في امان الله.